قلبي الله يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم مطبخ شيف لؤي من السويد. بشكركم على دعمكم لي على تعليقاتكم الحلوه، واليوم حاب اقدم لكم حلو من اختراعي كثير طيب وسهل، بتمنى ينال اعجابكم وتفضلوا معي على طريقه التحضير. عندي هاي العجينه اللي هي مخصصة للمعجنات والحلويات، رح فرجيكم شلون رح نشتغل فيها. رح قصها كل وحدة لثلاث أقسام. وبحطها على هاي الصينية اللي انا حاطط عليها ورق زبده مسبقا، وهون مشان ما تطير شيء حاطط لها هون شويه زبده كمان على الاطراف. عندي الفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 200، ورح حطهم بالفرن لمدة يعني 15 إلى 20 دقيقة. وهلأ بعد ما حطينا العجينة بمنتصف الفرن على درجة حرارة 200 لبين 15 إلى 20 دقيقة، رح ننتقل لتحضير الحشوة. هلأ الحشوة انه فيكم تختاروا على كيفكم اي نوع مكسرات، بدنا 200 جرام. هلا انا اليوم عندي لوز وجوز وبندق، رح حمصهم هون على المقلاية، ورح بلش اول شيء رح اخذ شوية زبدة وبدي حمصهم، لانه بس واحد يحمصهم بيعطي طعمة كثير طيبة. يعني اي نوع مكسرات من دون ملح متوفر عندكم فيكم. يعني تحميصها خفيفة، مو انه يتحرق بس هيك شغلة 4-5 دقائق. يعني هلا هدول صاروا جاهزين، نحطهم هون، نحمص شوي صغيرة هدول. هدول ما بدهم كتير. خلص صار هدول. وهلا بتركهم لحتى يبردوا لحتى افرجيكم المرحله اللي بعدها. وهلا بنخلي هدول المكسرات يبردوا منيح بعدين نشتغل فيهم. هلا بالاثناء هاي شو بنساوي؟ في عندي هون كريمه نص لتر كريمه طبخ بدي احضرها. وعندي سكر بودرة بدي معلقتين كبار، يعني
هلا تقريبا. وهون عندي فانيليا، بدي كمان معلقة كبيرة. وهلا رح حركن. هيك شو عندي كريم. وهلا بعد ما صارت الكريمة بهي القوام، هلا بدي احطها بالبراد وبعدين رح ارجع اشتغل فيها. وهلا بعد ما بردوا المكسرات اللي عنا رح احطهم هون بهذا الخلاط مشان نعمهم. بيشتغل اي خلاط كهربائي، انا عندي هذا متوفر حاليا، اي خلاط كهربائي بيشتغل، اي شيء فيكم يعني تدقون دق. وهلا بعد ما طحنت هدول بحط هدول كمان فوق منهم، بعطيهم كمان طحنة صغيرة. هلا بنجي على المكسرات بعد ما فرمناهم بهذا الشكل. هلا هون عندي 5 حبات بطاطا مسلوقين من قبل، صغار هدول بس بيطلعوا تقريبا قد حبة بطاطا كبيرة مسلوقة. طبعا الواحد لازم يسلقهم قبل بوقت يكونوا باردين، وبس بدي اعمل لهم هيك افرمهم. هلا بدي احط لهم معلقة سكر بودرة ونص معلقة فانيليا، وبدي احط لهم 3 معالق كبار من هاي الكريمة اللي عملتها، وبدي احركهم. وهيك الحشوة صارت جاهزة. وهلا الحشوة رح فطيها بهذا الكيس تبع الحلويات. طبعا بستخدم الكمية اللي انا لازمتني، والباقي فيني احفظه بالبراد بالفريزر على حسب ايمت بدي استخدمه مرة تانية. وهلا بعد 20 دقيقة هذا هو الشكل تبع العجينة تبعيتنا. وهلا رح نقصهم بهالطريقة هاي. ونصفهم هون. مشان نحط لهم الحشو. بلش أول شيء بهدول المكسرات اللي خلطنا معهم كريمة وسكر بودرة وفانيليا وبطاطا.
تقريبا. هلا بنجي على الكريمه. بنحط الأغطية تبعيتهم. وآخر مرحلة اللي هي نحط لهم على الوش سكر بودرة. وريتوا ألف صحة وهنا. وإذا عجبتكم الوصفة ما تنسوا بالاشتراك معنا بالقناة لحتى يوصلكم كل شيء جديد من مطبخ شيخ لؤي من السويد.